التدبير الأمثل لتدفقات السلع من حيث الكميات والمسارات وأنماط النقل، سعيا إلى التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية. دينامية اقتصادية وصناعية هامة وأوراش تنموية كبرى تنجز بجهة الدار البيضاء الكبرى وبكامل جهات المملكة، أوراش أنجزت في وقت زمني وجيز بفضل الحرص المولوي الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إنجاح أهداف المشروع التنموي التحديثي والتتبع الميداني المستمر لهذه الأوراش حتى تتحقق النهضة التنموية الشاملة بكافة القطاعات والميادين وتستفيد من ثمارها مختلف شرائح وفئات المجتمع، مما ينعكس إيجابا على مستوى عيش المواطنين ويحدث مناصب للشغل للطاقات الشابة. مشاريع أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله وتتحقق على أرض الواقع كالمركب الصناعي للصلب المغربي للصلب الذي كان جلالة الملك حفظه الله قد وضع الحجر الأساس لبنائه سنة 2007، واليوم يشرف جلالته على تدشينه بعد أن أصبح منجزة كبرى لمغرب القرن 21. المركب الصناعي للصلب المغربي للصلب أنجز باستثمار إجمالي قدره 5,700,000,000 درهم، ويقترح هذا المركب الذي يعد أيقونة الصناعة الوطنية باقة متنوعة من المنتوجات بما معدل 2,900,000 طن في السنة تستعمل على الخصوص في قطاع البناء والأشغال العمومية والتجهيز المنزلي. ويأتي إنجاز هذا المشروع الضخم الذي يعكس العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتطوير القطاع الصناعي والثقة التي توضع في المستثمرين المغاربة والتشجيع الذي يمنح لهم على كافة المستويات من أجل إنجاح مشاريعهم. يأتي هذا المشروع للاستجابة للطلب المتزايد على منتوجات الصلب ذات الجودة العالية، وذلك ارتباطا بالطفرة العمرانية وتطور البنيات التحتية وانفتاح المملكة على محيطها الخارجي. مركب بدأ العمل بكيفية تدريجية بحيث سيتم توجيه جزء من إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية ب 56% والإفريقية ب 27% والآسيوية ب 13% والشرق الأوسط ب 4%. وسيشكل هذا المشروع الطموح والرائد على المستوى الوطني قاطرة لمنطقة بلاد الصلب التي تمتد على مساحة 130 هكتار، وستضم وحدات صناعية كبرى ومركزا للتكوين المستمر إلى جانب خدمات عمومية وتجهيزات للقرب ومركز تجاري ومسجد ومساحات خضراء وأخرى للترفيه. وسيبلغ مجموع الاستثمارات المتوقعة في هذه المنطقة الصناعية ما مجموعه 10 مليارات درهم، وهي كفيلة بإحداث نحو 20,000 منصب شغل. ويأتي هذا المشروع الوازن الذي تطلب استثمارات بقيمة 5,700,000,000 درهم لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الحديد، لا سيما وأن الطلب على هذه المادة الهامة ارتفع من 974,000 طن سنة 2000 إلى 1,200,000 طن سنة 2008، كما سيمكن من الاقتصاد بكيفية ملموسة في حجم العملة الصعبة الموجهة لاستيراد الصلب من السوق العالمية، وبالتالي تقليص الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة في هذا المجال. فأهمية هذه المنشأة الصناعية النموذجية تبرز بشكل أكبر من خلال مساهمتها المرتقبة في تعزيز صادرات المملكة من الصلب إلى مختلف دول المعمور، علما بأن الشركة المغربية للصلب التي تأسست سنة 1975 حاضرة على مستوى السوق العالمية للصلب، وذلك بتصديرها لأزيد من 60% من إنتاجها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بما يقارب 50 بلدا. وإلى جانب قيمتها الاقتصادية الكبيرة تتطلع هذه المنشأة الصناعية
بأدوار اجتماعية هامة تتجلى على الخصوص بتشغيلها لأزيد من 2000 شخص من مهندسين وتقنيين وعمال، علما بأن المغربية للصلب حرصت خلال المراحل الأربع من إنجاز هذا المركب على تزويده بكافة المرافق الاجتماعية والترفيهية الكفيلة بتوفير ظروف نموذجية للاشتغال. وتطلع هنا الشركة المغربية للصلب بدور هام في مجال امتصاص البطالة على مستوى مناطق الانتاج، لا سيما بالمحمدية والدار البيضاء، مما جعلها تحظى باعتراف الاتحاد العام لمقاولة المغرب بجهودها في المجال الاجتماعي. وخلال مختلف مراحل انجاز هذا المشروع الهام، اخذ القائمون على انجازه المعطى البيئي بعين الاعتبار، وذلك عبر التدبير المحكم للمقذوفات السائلة والغازية والحرص على تزويد المركب بمساحات خضراء تجسيدا لثقافة المقاولة المواطنة التي اضحت خيارا استراتيجيا بالنسبة لمعظم المقاولات والمؤسسات الصناعية الوطنية. فمركب صناعة الصلب بالمحمدية حريص على احترام المجال البيئي بشكل كبير، وهو حاصل على شهادة ايزو، الامر الذي يحتم على الشركة الالتزام بتقليص الاثار المضرة بالبيئة الى اقصى حد ممكن، الى جانب تحسين ادائها البيئي بشكل متواصل. وتكمن هنا القيمة المضافة العالية التي ستميز منتوجات مركب صناعة الصلب المحمدية في حرص الشركة المغربية للصلب اكبر مزود للسوق المغربية بمنتجات الصلب المسطحة، على تزويد هذه المنشأة بوسائل تقنية حديثة تمكنها من زيادة الانتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة، سعيا منها الى ارضاء الزبناء ومختلف الشركاء والفاعلين في القطاع. وبهذا المركب الضخم يدخل المغرب عصر الصناعة الثقيلة من بابها الواسع، فنمو اي بلد يقاس عموما بحجم انتاجه من مادة الصلب، وميلاد هذا المشروع الضخم في هذه الظرفية يعكس نجاح الاوراش الكبرى التي انتهجها المغرب، ونجاح الاصلاحات الهيكلية التي اقدم عليها المغرب في الميادين الاقتصادية والصناعية وفي مجال تبسيط مصادر الاستثمار. فهذا المشروع سيمكن المغرب من ضمان اكتفائه الذاتي من بعض منتوجات الصلب وتصدير جزء من انتاجه نحو العديد من دول العالم. المركب الصناعي المغربي للصلب انجز بخبرة مغربية، فهو مغربي 100%، يشغل ازيد من 2000 مستخدم من بينهم العشرات من المهندسين والتقنيين. ويشمل هذا المركب المنجز على 4 مراحل منشأة للدرفلة على الساخن لإنتاج اللفائف الحديدية، وأخرى لإنتاج الصفائح المعدنية السميكة، ووحدة كهربائية لإنتاج الصلب على مساحة 55 هكتار، إلى جانب منشأة للدرفلة على البارد على مساحة 30 هكتار. وقد تفقد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مختلف مكونات هذا المركب الصناعي والتجهيزات الحديثة التي يتوفر عليها، وبذلك يقترح هذا المركب منتوجات متنوعة تستعمل على الخصوص في قطاع البناء والأشغال العمومية والأجهزة المنزلية، من صفائح فولادية مدرفلة على الساخن، والصفائح فولادية مدرفلة على البارد، والصفائح مجلفنة، والصفائح مطلية، ولوائح عازلة. وتأتي هاته المنجزة الواعدة التي تنسجم مع رؤية الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لتزويد الأوراش المفتوحة عبر مختلف جهات المملكة، بالشمال كما بالجنوب وبالشرق كما بالغرب، بمواد الصلب التي تدخل في عدد من الاستعمالات الهامة، لا سيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، وبالتالي سد الخصاص في هذا المجال الحيوي. وبالنظر الى حجم هذا المركب الصناعي المهيكل، يكون المغرب قد انتقل الى مرحلة جد متقدمة
في مسلسل تفعيل استراتيجيته الصناعية، سعيا منه إلى الرقي بأداء اقتصاده وتعزيز تنافسيته ودعم دينامية الاقتصاد الوطني، وذلك في أفق الظفر بمكانة مركزية ضمن أبرز الاقتصادات الصاعدة على المستوى العالمي. المركب الصناعي للصلب أو المغربية للصلب مشروع ضخم يندرج ضمن سلسلة الوحدات الإنتاجية المماثلة، مشروع وازن تتموقع فيه وبقوة المملكة في سوق إنتاج الصلب والمواد المعدنية لا سيما على المستويين الإقليمي والقاري. روبورتاج عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري، رضا قديرة، وعبد الإله الشاب. بضواحي مدينة المحمدية بمنطقة أهل الأغلام يتواجد مركب المغربية للصلب، مركب صناعي من مستوى كبير متخصص في صنع مختلف أنواع الصفائح الفولاذية. ومن خلال المراحل التي قطعها التطور التقني والصناعي الذي مر منه هذا المركب، يبرز ارتباطه بمواكبة حاجية السوق الوطنية. هذا مشروع كبير، مشروع ديال الحديد والصلب، هو من الصناعات المهيكلة. وهذا المشروع هذا اولا فيه ثلاثة أربعة ديال الامور مهمه. المساله الاولى انه الحجم الاستثمار كبير، اكثر من 5 مليار ديال الدرهم. المساله الثانيه ان اللي قام به رجل من مغربي، بمعنى انه استثمار مغربي تقريبا خالص 100%. المساله الثالثه ان هذا الشيء اللي تشوفوا اللي تشيد يعني بمعرفه مغربيه وبتقنيه مغربيه، وهو اللي اختصر حجم الاستثمار، لانه كان ممكن لو كان توجهنا لشركه اجنبيه يكون الاستثمار الضعف ديال هذا الشيء. التطور الذي عرفه هذا المركب يبرز الدعم الذي يحظى به المستثمرون الصناعيون المغربة بفضل التوجيهات الملكية السامية. وقد عمل هذا المركب على أن يوفر منتوجات الصلب المستعملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجهيز المنزلي، إضافة إلى تخصيص جانب من إنتاجه للتصدير إلى الأسواق الخارجية. الطاقة ديال التدويب هي 1 مليون طن سنويا، والطاقة ديال الدرفلة هي 1,500,000 طن سنويا، كلها صفائح. والصفائح استعمالات عديدة، ابتداء من المباني إلى السيارات إلى الشاحنات إلى الثلاجات إلى الأنابيب. فما شفنا في الحياة ديالنا ديما الصفائح موجودة. وحدتنا الصناعية تتوفر على أطر في مختلف التخصصات من مهندسين وتقنيين وعمال، ونستعمل أحدث التقنيات في الدرفلة على الساخن. لذا فالمنتوج فمنتوج ديالنا خد المكانة ديالو في جميع الأسواق العالمية. مركب صناعة الصلب المعروف بالمغربية للصلب أحد أهم المصانع الكبرى بالمغرب المختصة في صناعة مختلف أنواع الصفائح الفولاذية، والتي يبقى دورها هاما في تزويد السوق الوطنية من حاجيته من منتوجات الصلب ذات الجودة العالية. وهي الحاجيات التي عرفت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في ظل المشاريع الكبرى التي تنجز في مختلف جهات المملكة. المحطة الجديدة لمعالجة وتخزين السيارات